ودعوني أذكر حضراتكم بالمحددات الأساسية للحملة وفق ما وجه به السيد المرشح. فحملتنا حملة غير نمطية في أهدافها وفي سبل عملها، فهي قائمة على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع، وقائمة على الحوار والتفاعل وليس الدعاية التقليدية، وهذا لأن مرشحنا لا نقدمه للمرة الأولى للشعب المصري، بل الشعب على معرفة وثيقة بسيادته. وحملتنا أيضا حملة مرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي ومنفتحة على الجميع، وأي محب لمرشحنا فهو جزء من هذه الحملة، وهي أيضا حملة تفاعلية تتجاوب مع الأحداث وتتفاعل مع مستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا كما سيتضح لكم بعد قليل. أخيرا، حملتنا حملة جامعة لجميع المصريين، عابرة للأحزاب والجهات والكيانات، وجوهرها الشباب، سواء كان في مكتبها الفني أو الكيانات الداعمة لها، متبنية سياسة الحوار والانفتاح على الجميع مع الاحترام الكامل للقانون المنظم للعملية الانتخابية والجهات القائمة على ذلك، وكذلك كافة المرشحين. أما على المستوى القانوني واللوجستي، فقد طلبنا من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنكي المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح، ونؤكد مرة أخرى على احترامنا لنصوص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وعزمنا على تطبيقها التطبيق الكامل نصا وروحا.